السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلم رجال الآثار هو أهم فيلم بيتكلم على الحفاظ على التاريخ والحفاظ على البشر. والفيلم قصة حقيقية مقتبسة من كتاب للمؤرخ الأمريكي روبرت إيتسل، عنوانه رجال الآثار الحلفاء الأبطال واللصوص النسيئة، أعظم عملية إنقاذ للكنوز في التاريخ. طبعا ده لأن أمريكا مع روسيا مع بريطانيا كسبوا الحرب قصاد النازية والفاشية الإيطالية واليابان، فأصبح دول الحلفاء هم الأبطال واللصوص النازية. لو اتعكس صدقني كان كل كتب اتعكس اللي بيحصل يعني. طبعا منظمة الأمم المتحدة نفسها للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يعني احتفلت بالفيلم ده كتير جدا، وقالت إن الفيلم ده هيساهم في نشر الوعي العالمي بشأن التجارة غير المشروعة في التحف المسروقة في الحروب، زي ما بيحصل في العراق وسوريا وليبيا ومالي. وطبعا احنا عندنا في مصر في مشكلة جامدة جدا في الوعي بالآثار، رغم إن أهم الآثار هي اللي موجودة في مصر. احنا ما عندناش 2/3 آثار العالم، لكن أهم الآثار مش بالعدد بالجودة. يعني في علم اسمه علم المصريات، ما فيش هتلاقي علم لأي دولة تانية بيتكلم على الآثار اللي في البلد دي غير هو علم بتاع مصر. طيب الفيلم بيبدأ بأن في بروفيسور اسمه فرانك ستوكس اللي هو بيمثله جورج كلوني بيحاول يقنع الرئيس الأمريكي بضرورة حماية التراث الفني. ده الكلام ده امتى؟ ده في خواتيم الحرب العالمية التانية، يعني الأمور مشتعلة ولا إما نكسب لا إما نخسر. فبيقول له احنا في مرحلة من الحرب الأكثر خطورة على أعظم المنجزات البشرية التاريخية المعروفة، آثار كتيرة جدا ممكن تتدمر. فالرئيس الأمريكي بيقول له لازم تفهم إن الحرب دي فيها خسائر كتيرة جدا في الأرواح بالملايين، وفي الغالب في خسارة للمنجزات وللتحف اللي بتتكلم عنها. فالبروفيسور بيرد عليه بيقول له احنا علينا إن احنا نكسب الحرب دي، لازم إن احنا هنضحي بالبشر، بس لو انت هتدمر أساسيات المجتمع الحديث مين اللي هيأكد لينا إن في المرحلة دي إن تمثال داوود هيظل واقفا، أو إن الموناليزا سابقة مبتسمة، تمثال داوود لمايكل أنجلو والموناليزا لليوناردو دافنشي. فالرئيس الامريكي بيأمر البروفيسور انه يألف فريق من الخبراء فاهمين في الفنون عشان يحموا الاثار، وعشان يقولوا للجيش الامريكي ان مثلا في اثار مهمة في المكان دوت فما يدمرهاش. ففي كلمة مهمة جدا البروفيسور بيقولها، بيجمع الفريق بتاعه بيقول لهم اعتقد ان عليكم معرفة الحقيقة التالية، ان هذه المهمة ليست معدة لكي تنجح. يعني المهمة دي مش يعني صعب تنجح. لكان الصادقين معنا عندما أخبرونا يقولون مع عد الموت هذا من يهتم بالفن إنهم مخطئون، لأن ذلك تماما من نقاط لأجله، لأجل الثقافة وأسلوب الحياة. يمكنك مسح جيل من البشر، يمكنك حرق مساكنهم كليا ولكنهم سيعودون، لكن لو دمرت منجزاتهم وتاريخهم حينها سيكون الأمر كما لو لم يكن لهم وجود أو ليسوا إلا رماد منتشر. هذا ما يريده هتلر، وذلك الشيء الوحيد الذي لا يمكننا السماح به. لما احنا عشان نعمل مدن جديدة بندمر الأماكن اللي كانت أيام المماليك وأيام الفاطميين وأيام ده شيء سيء. ابني في الصحراء، عندك صحراء كتير واسعة، يعني ابني بعيد عن القاهرة القديمة. يعني كان في مرة عملت دراسة عن القاهرة، كل واحد بيجي بيسيب اللي موجود ويوسع، يعمل عمرو بن العاص مثلا يعمل الفسطاط، يجي احمد طولون يعمل مثلا القطاع، يجي حد يجي الفاطميين يعملوا اللي هو شارع المعز ويعملوا المكان ده كله، بعيد ان هم يدخلوا ويحتلوا ويسكنوا، لا بيعملوا يكبروا القاهرة، تبدأ تكبر عبر التاريخ. وفي لقطة في الفيلم البروفيسور فرانك لما صديقه بيموت بيقول ايه، منذ البداية اخبرتكم انه ليس هناك قطعة فنية تستحق حياة انسان، لكن الشهور الاخيرة اثبتت خطأ حديثي. هذا تاريخنا الذي يجب ألا يسرق أو يدمر، بل يجب أن يرفع ويحترم. إن قصة حياتنا مرسومة على القماش ومنقوشة على الحجر. فيلم مهم جدا عشان ندرك أهمية الآثار، بالذات إن إحنا بلد مشتهرة بالآثار، لكن رغم ذلك عدد السياحة اللي موجودة في أهم فترة في حياة السياحة زي 2010 قبل ثورة يناير، عدد السياح يعني عشر اللي بيروحوا شلالات نياجرا. هناك شلالات نياجرا تلاقي أشعة ليزر وتلاقي
استقبال ونظافه احنا عندنا مشكله كبيره جدا، فمحتاجين ان احنا نهتم بالاثار بتاعتنا، محتاجين ان احنا نرجع الاثار بتاعتنا. يعني في جهد مشكور لعوده الحضاره، حضاره يعني زي حجر رشيد ما بقاش موجود في مصر، ما بقاش موجود في رشيد، المكان اللي اكتشف فيه، ايه اللي خليه يبقى موجود في المتحف البريطاني، والاف الاف الاثار موجوده في كل الاماكن بره مصر. فاحنا محتاجين ان احنا نشتغل مع بعض، وهتلاقي كتاب اسمه حقوق حضاره في اسفل الفيديو للدكتور احمد راشد، نبدا نشتغل مع بعض ان احنا نسترجع اثارنا، وان احنا ننبه اولادنا لاهميه الاثار وحمايتها، وان شاء الله يعني ترجع كل الاثار المصريه لبلادنا، او على الاقل نستفاد من وجودها بره مصر، ويكون في اعتراف انها اثار مصريه، وان مصر اولى باثارها واولى بحقوقها.